الرحمن بالغيب فبشره بمعفرته وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه كتابا. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معاكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم